السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم ملك. وصفة اليوم تكون عبارة عن حساء طبيعي ديال الفول الخضر أو الفول الطري الشبري، اللي نحتاج فيه إن شاء الله بصلة كبيرة مشلضة، عصير نص حامضة، ثومة محكوكة. كما كنعرفوا بأن الثومة كتوالم الفول، كتعطيه بنة لا تخفى على أحد. كناخدو هاد الفول هذا اللي كيكون الأحجام ديالو كبيرة. كاين بزاف ديال الوصفات وأنا بغيت نشارك معكم هاد الوصفة هذه ديالو. غادي نشدوه، ديجا عندنا الفول مغسول، نديرو عليه بصلة كبيرة محكوكة، عندنا ثوم محكوك وعصير نص حامضة تقريبا واحد جوج معلقات كبار باش كيمنعو التأكسد ديالو. ما نخافوش راه ما كيجيش باين المذاق ديال الحامض. دابا غادي نضيفو عليه الماء، نضيفو عليه الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه. في هذه المرحلة من الأفضل نديرو طنجرة الضغط ونسدو عليه ونخليوه يطيب دون إضافة أي شيء، حتى غادي يتسلق لنا مع هذا الشيء هذا. وغادي ندوز نوريكم الطريقة التتمة. اللي بغى يحيدو بهذا الشكل هذا عاد باش يسلقو غادي يحيدو، ولكن أنا وفرت عليا غندير هذه الطريقة هذه. ومن بعد غادي ندوزوه في الطحانة اليدوية ديال مطيشه اللي كتحيد لنا القشور وكتبقى غير اللب اللي بغيناه. المهم انا عطيتكم الحل وانتم غادي تشوفوا اللي غادي يوالمكم، اما غادي تحلوه بهذا الشكل هذا واما تخليوه حتى تدوزوه في الطحانه ديال مطيشه. دابا بعد ما طاب الفول ديالنا كما كتشوفوا كيصبح بهذا القوام هنا، كنحاولوا بهذه الطريقه هذه نمسوه شويه باقي سخون في المطحنه اليدويه ديال المطيشه اولا ديال البيصاره اللي ما توفرش عليها. غادي ندير الطريقه اللي غادي ندير انا، ونستعمل شبكه نخوي فيها ونحيد له كاع القشور، غادي يبقاو ليا في الشبكة واللب غادي ينزل لتحت. ونستمر بنفس الكيفية بهذه الطريقة هذه كما كتشوفوا. كاع ما كنخافوش في الاول رغم ملي كنغسلوه ونحطوه بالقشور، نشتوني في ديك المرحلة هذيك راه ما تخافوش، راه حتى حاجة ما غادي تدوز لينا. تحصلوا على حساء يكون ملس كما كتشوفوا حتى تحصلت على هذا الخليط هذا. دابا غادي ندوز ندير له التوابل. عندي الملح ضروري حسب الذوق وزيت العود، هذا هو المكون الرئيسي ديال هذا الحساء. الزيت البلديه او زيت الزيتون والثومه والبصله هما العناصر الاساسيه. عندنا شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار والسكنجبير، وشويه ديال الكمون. الكمون تاهو غنديرو كميه زايده على المكونات الاخرى. اول حاجه غادي نديرو الحاجه هي اننا الطنجره اللي غادي نرجعو فيها الخليط يطيب نخوي فيها واحد الكاس ديال الماء، ماء عادي. باش غادي نديرو هنايا التوابل، لان الا ضفنا التوابل مباشره فوق الحساء راه ما كيندمجوش مزيان وكيكوروا لينا. فهذه طريقه جد سهله وكتنفع. اول حاجه درت شويه ديال الملح، الملح كيبقى حسب الذوق، الخرقوم غير شويه شويه، شويه ديال السكنجبير والبزار،
شويه ديال التحميره كما قلنا. الكمون كيمشي في هذه الاكله. كميه كبيره، نحاولوا نخلطوه مزيان باش ما يتكوروش. عاد باش غادي نضيفوا الحساء اللي صفيناه بهذا الشكل هذا. دابا كنخلطو مزيان ونزيدو زيت البلدية كما قلنا، كتمشي مزيان مع هاد الحساء هذا، نديروها بكثرة ونردوه فوق البوطة يغلى حتى يطيب مزيان ويعقد، ونقدموه معكم بالصحة والراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال الحساء ديالنا اولا البيصاره المعروفه عند المغاربه باسم البيصاره، والناس الاخرين الدول الاخرى العربيه الاخرى حساء ديال الفول اخضر. ندوز نصب معكم تشوفوا كيفاش كتجي. هذا الشكل هذا كنزينوها بشويه ديال الكمون بهذا الشكل هذا، شويه ديال السودانيه حسب الذوق. شويه ديال زيت العود. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، جربوها وغادي تعتمدوها ان شاء الله، راه كتجي في البنه احسن من ديال الفول اليابس، وبالصحه والراحه.